السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ كديري مع الصحه؟ اموركم كلها بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم هذا الكاب كيك هذا اللي كيجي ناجح وغير ببيضه وحده، وكنحضروا فيه اكثر من 17 حبه. شوفوا كيفاش كيجي منفوخ، كيجي هشيش. انا غادي نحل لكم وحده تشوفوها كيف كتجي من الداخل. كذلك غادي نحضر معكم نشارك معكم اشنو الوصفات او الماكله اللي غادي نعطي لوليداتي ديو معهم المدرسه. غادي نبدا نقدم لكم دائما وصفه اللي غادي تكون اساسيه زائد فكره او لا واحد الافكار باش ديروا وليداتكم لانش بوكس ديالهم. صافي هادشي اللي كاين. ممكن نتمنى البنات انكم تشاركوا في القناه، كذلك ديروا لايك للفيديو. شكرا لكم بزاف على التشجيعات المستمره ديالكم اللي خطيكم عليا. غنخليكم دابا تشوفوا معايا هذا الكاب كيك، هذا فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله بالمكونات ديال الكاب كيك. هو الاول غادي نحتاج فيه انا 4 كاس ديال البعدي، كاس ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال الحليب يكون بحاره المطبخ، معلقه كبيره ديال الخل، بيضه تكون بحجم كبير، واحد قبيسات الملحه، جوج اكياس ديال الفاني كل كيس فيه 7 غرام ونص، وغادي نحتاج جوج اكياس ديال خميره الحلويات كل كيس فيه 8 غرام. غادي نحتاج بطبيعه الحال الدقيق. غادي نقول لكم بالضبط شحال الزيت لي ديال الدقيق. دابا ندوزو على بركه الله في طريقه التحضير. هذا ناخذ الاناء اللي غادي نخدم فيه، نهرس فيه البيضه. بسم الله. غادي نزيد قبيسه الملحه، السكر، جوج اكياس ديال الفاني، غادي نطرب هاد المكونات مزيان حتى كيتبدل لهم اللون ديالهم. شوفوا الخليط ديالي كيفاش يولي بحال شي كريمه. دابا غادي نبدا نزيد الزيت بشويه بشويه، وفي نفس الوقت كنطرب. غادي نزيد كاس ديال الحليب، غادي نخلط غير واحد التخليطه خفيفه. بالنسبة للدقيق غادي نضيف الكاس الأول، غادي نزيد جوج أكياس ديال خميرة الحلويات حتى منغرب لهم، وغادا نخلط غير بشويه. غادا نزيد الكاس الثاني، بالنسبه للكاس الثاني غادي نضيف فقط النصف حتى نشوف شحال غادي تهز ليا. هانتوما الخليط ديالي كيفاش خصو يكون بحال هكا. بزات ليا جوج كيسان ونص ديال الدقيق. هانتوما الكاس الثالث، وهنا غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الخل. صافي وغادي نخلط المكونات مزيان. صافي دابا نتاكد ان الخليط مخلط مزيان. هانتوما شتي كيفاش يكون، تيكون طايل شي شويه. هنا خديت هاد القالب ديال الكاب كيك، درت فيه هاد الكويختات هادو، وغادي نحط، حاولوا ما نعمروهمش. بسم الله. غادي
بالنسبه لي انا غادي نعمرهم بالمربى، ممكن ما ديروهش، ندير واحد شويه هكا. وغادي نغطيهم واحد شويه. نغطيو هذاك المربى وما نعمروهمش كاملين، نخليوه واحد شويه خاوي باش فين غادي يتزاد، حيت غادي يتنفخ فاش غادي ندخلوه الفران. صافي نستمر بنفس الطريقه، نكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم. ممكن تخليوهم بحال هكا اولا ديروا شويه ديال اللوز افيلي ماشي شويه. صافي بالنسبه للفران غنديروه يسخن مزيان درجه الحراره 240، نشعل عليهم من الفوق ومن التحت. في الوقت اللي غيكون فيها الفران كيسخن غادي ندير هاد الكابكيك نديروه في الثلاجه غير على ما يسخن الفران، وندخلهم الفران يطيبوا. فاش كندخل لهم الفران يطيبوا كنقص العافيه، كنديروا 160، كنخلي عليهم من الفوق ومن التحت. الا عندكم ديال الضوء عندكم ديال الغاز شعلوا لهم من التحت، انا عندي ديال الضوء نخلي عليهم من الفوق ومن التحت، ولكن درجه الحراره تكون مهيله، يعني انا غادي ندير 160 وصافي. فاش غادي يطيبوا ويتحمروا غادي نخرجوا ونوريهم لكم ان شاء الله. شفتوا شحال كيخرجوا وبيضه وحده. غادي ندير دابا راه مازال عندي كميه اخرى، غادي نعمر كويخطات اخرين. صافي البنات هما من بعد ما طابوا شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي، وكيجيو خفاف حتى يبردوا، وغادي نوريكم كيفاش كيجيو. شوفوا انتم المهم دابا غادي نخليهم يبردوا. هما راه درت وحدين اخرين، هذه هي الكميه اللي خرجت ليا، كاين هنايا 12 وهنا 5، يعني هي 17 حبه اللي خرجت ليا. هذه الكميه اللي عطيتكم بيضه وحده راه خرجت ليا تبارك الله 17 حبه. المهم ان شاء الله من بعد غادي نشارك معكم حتى ديال الشوكولات، كيجيو بواحد الطريقه زوينه. صافي دابا نخليكم حتى نبغي نوجد الماكله ديال الدراري. المهم البنات ها هو الكاب كيك ديالي كيفاش جا، شفتوا راه كيجي زوين صراحه وخفيف. انا غادي نحل لكم وحده تشوفوها كيف كنجي. صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي في الليل ان شاء الله فاش غادي نكون نوجد ليهم الماكله ديالهم راه غادي نشاركها معكم باذن الله. ايوا صافي هادشي بالنسبه للماكله. راني وجدت هنا سباكيتي، غندير ليهم سباكيتي بالصوص ديال مطيشه والكفته. المهم هنا صلعت السباكيتي وغسلتها بالماء، ها هي الصوص ديال الكفته راني وجدتها. وغادي نوجد ليهم حتى خضيره هكا، غادي نسلقها ونشحرها بشويه ديال الثومه والتوابل، دابا نشاركها معكم ان شاء الله. المهم هذا هو اللانش بوكس ديال اليوم ان شاء الله. صافي دابا من بعد ما طابت لاصوص الصينية ديال مطيشة غادي نلوح فيها غادي نلوح فيها هكا كرات ديال الكفتة. صافي غادي نخليهم يطيب. هانتوما البنات هنا خديت الخضرة ديال الخيز والبطاطا واللوبيا سلقتهم وصفيتهم، درت فيهم شويه ديال بودره الثومه، شويه ديال البزار، شويه ديال الملح وزيت الزيتون. صافي والربيع صافي غادي نسخرهم. هذه هي الخضيره اللي غادي نرافق لهم مع السباكيتي. صافي البنات هانتوما تشوفوا شنو درت. ها هي السباكيتي درت عليها هذيك لاصوص، درت عليها شويه ديال الموتزاريلا، وها هي هنايا الخضيره هكا مشحره، درت لهم هذه في السلوفان، وغادي نزيدهم واحد الياغورت وصافي الله يجعل البركه. غير بغيت نقول لكم البنات انا راه كنطيب بالليل باش حيت هما اصلا في المدرسه غادي يسخنوه ليهم، يعني ما غاديش نخاف نهائيا ياكلوه بارد، وكيبقى مزيان غادي نديرو في الثلاجه غدا في الصباح نجبدو كيبقى مزيان. ما كيجينيش انني نفاع حتى الصباح ونبدا نوجد ليهم غداهم، كتجيني صعيبه شي شويه. المهم هكا كندير انا وصافي. هذا هو اللانش بوكس ديال اليوم، غنسد معكم هذا الفيديو حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد وصفات وروتينات جداد باذن الله. نخليكم في امان الله.